التي تقلدن مناصب المسؤولية بوزارة الاقتصاد والمالية وفاقت نسبته 56% ما بين 2008 و2014، وفي سنة 2014 أيضا حصلت هذه الوزارة على جائزة التميز في القطاع العام والتي منحتها الأمم المتحدة كاعتراف منها للمجهودات المبذولة في إطار ميزانية النوع. وبهؤلاء النساء احتفلت الوزارة في عيدهن العالمية. أحمد العلوي وعبد الهادي السكيوي. وزارة الاقتصاد والمالية تحتفي بنسائها في عيدهن العالمي، احتفاء تجسد بهذه الوزارة على أرض الواقع بترسيخها للمفاهيم المرتبطة بميزانية النوع وتفعيل قواعد ومبادئ المساواة بين الجنسين. قمة المساواة داخل إدارة الجمارك، سواء من حيث تواجدنا داخل الإدارة أو من خلال المهام المنوطة بها، كنشتغلوا جنبا إلى جنب الرجال من أجل إنهاء مهامنا على قدر عالي من الإتقان أيا كانت ظروف الاشتغال وأيا كانت ساعة العمل، سواء بالنسبة لساعة العمل بالليل أو بالنهار، وبعض المرات كيطلب منا الحضور حتى بالنسبة لأيام العطلة، طبعا من أجل أننا نخدموا هذا الوطن ونخدموا إدارة الجمارك. حضور وازن للفعاليات النسائية بهذا القطاع، حيث ساهمنا بكفاءة عالية في تطوير قدرات الوزارة على تحقيق أهدافها. المرأة برهنات بأنها تبارك الله كتقدر تنافس الرجل في كل المجالات، ولينا كنلقاو المرأة في كل المناصب وفي كل الإدارات. المرأة تمكن لها تسير بحال رجل، ويمكن بطريقة مخالفة ولكن بنفس الفعالية. جدير بالإشارة أن نسبة عدد النساء بهذه الوزارة بلغ 42% مع نهاية سنة 2014، 36% منهن ذات شهادات عليا، 20% منهن في مواقع المسؤولية.